النهارده ليسن 2، الدرس الجديد درس سهل، وانا بعت لكم الملف في PDF وفيه اسئله. النهارده بشرح الدرس وبعض الاسئله، وبعدين الاسئله تحلوها وتبعتوها لي على الخاص، تمام؟ لو لقيتكم حالين الاسئله كلها وصح اسمعوني، حضرتك سامعني؟ لو حالين الاسئله كلها وصح الحصه الجايه اشرح لسه 3، مش هنضيع الوقت. لو ما لقيتكوش حالين هضطر نقعد نحلها مع بعض. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ تمام يا مستر. طيب هقول لكم صفحه، خليكم معايا. النهارده بنتكلم على السولار انرجي اند جرافيتي. السولار ايه ده؟ وفي علاقه بين السولار انرجي، السولار انرجي وجرافيتي. دايما متعودين ناخد الكلمات سولار راديشن، سولار راديشن، رددوا معايا، سولار راديشن، سولار راديشن، سولار راديشن، ستورج لوكيشن، ستورج لوكيشن، ووتر ريسيفاور، ريسيفاور اسمها ايه؟ ريسيفاور، ووتر ريسيفر، ووتر ريسيفاور. ووتر ريسيفر. كلمة ريسيفاور دي المعنى خزان في المية. continuous movement، continuous movement، continuous movement، continuous movement، higher altitude area، higher altitude area. لا في ناس ما بتنطقش، قولوا معايا higher altitude area، altitude area، lower altitude area، lower altitude area. بعد كده في كلمة جراند ووتر، جراوند ووتر، جراوند ووتر، جراوند لاكج، ووتر، لاكج، 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 فولينج، فولينج، ايس كريستال، ايس كريستال، فلوينج، فلوينج، بارتيكلز، 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 مولكيولز، مولكيولز، ترانسبيريشن، ترانسبيريشن، اسمها ايه؟ ترانسبيريشن، توماتا، استوماتا، ساتيوريت، 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 ووتر دروبليت، ووتر دروبليت، دروبليت. مستر نعم دروبليت حضرتك مستر، هو انا لسه يعني داخله، طب خلاص بس خليكي كان في معايا عندي عشان ما مشكله في النت. طب خليكي معايا يا ميار. حاضر. التاش، 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 سموك، التاش، ماشي، سموك، سموك، داست، داست، جوين، سموك، جوي، جوي، سموك، ريسيفاور، ريسيفاور. ريسيفر. تمام، احنا اتفقنا اي درس بناخده قبل ما بنبدا الشرح بنبدا بايه؟ بنبدا أسئلة، بايه؟ اسئله. أسئلة، اول سؤال بقى، قول لي condensation and evaporation are كوندنسيشن اند ايفابوريشن. لا انا مش عايز كلام بقى لان النهارده معظمه شرح. كوندنسيشن اند ايفابوريشن ار تو اوبزيت بروسيس، اوبزيت، اوبزيت، عكس بعض. بقول لي الكوندنسيشن والايفابوريشن عمليات عكس بعض، ترو ولا فولس؟ ترو ترو يا مستر، ترو. برافو عليك، ترو، برافو عليك. The amount of solar energy، مش عارفين السولار انرجي اشعة الشمس، that reaches the earth، بتوصل الارض، differ from one place to another on the earth's surface. فاكرين لما رسمنا الكرة الأرضية وقلنا في ثلاث مناطق هوت وفوق كولد ومودريت، كل يعني في مناطق هوت وفي مناطق كولد وفي مناطق مودريت معتدلة، يبقى مختلفة ولا مش مختلفة؟ فبقول لي the مختلف، amount of solar energy reach the earth differ، تختلف from one، يبقى true ولا false؟ ها ترو، ترو، طيب، ترو يا مستر، ما برو، خلاص ترو. sunlight
provide the energy needed to evaporate water. الميه عشان evaporate تتبخر هل محتاجه للسانلايت؟ ها true فولس ترو. لا ترو ازاي بقى؟ مين اللي بيقول فولس؟ ترو يا جماعه الميه بتتبخر ازاي؟ بتنزل السن على الووتر ايفابوريت يبقى ترو. الاسئله ديت قبل ما نبدا ما تيجي نشوف الدرس بيقول ايه. بصوا بقى معايا بيقول لي ووتر سايكل نفس الكلام اللي اخذناه. ماله الووتر سايكل؟ قال لي ات از كونتينوس موفمنت. كونتينوس موفمنت ما انتوش عارفين يعني ايه كونتينوس موفمنت؟ حد عارفها كونتينوس موفمنت؟ ها اوف ووتر امونج ديفرنت ووتر ريسي حركات يا استاذ، يعني ايه بقى كونتينوس موفمنت؟ حركات يعني ايه حركات مستمره؟ حركه تمام. مستمره يا جماعه. الووتر سايكل دي حركه مستمره مع خزانات الميه اللي في الارض. تطلع الايفابوريشن تعمل كلاود، الكلاود ينزل ووتر تاني، يبقى اسمها ايه بقى؟ كونتينوس موفمنت. ووتر ريزرفورز. يعني ايه ووتر ريزرفورز دي؟ قال لك عباره عن زي ار ستورج لوكيشن. ستورج يعني ايه يا مستر ستورج؟ خزانات الميه اون ووتر اون ايه اوف ووتر اون ايس اهي. دي عباره عن ايه يا جماعه؟ ريفرز. ذا ريفرز ها ليكس ليكس جلاسيرز الاتموسفير ليفينج اورجانيزم روك سويل. دي كلها اسمها ايه؟ ريسيفاورز خزانات. نقولها بطريقه ثانيه ايه ووتر سواء ممكن تكون ايه اوشن سيز ليك كمان ريفر جلاسيرز سويل كمان روك ليفينج اورجانيزم اتموسفير. هي دي المعلومه اللي احنا عايزين نعرفها. الريسيفاورز دي عباره عن ايه؟ كام حاجه دول؟ تسعه اوشن وسيز ليك. ها قولوا معايا يلا من الاول كده نقولها سوا. اوشن سيز ليكس ريفرز جلاسيرز ستويل روك ليفينج اورجانيزم اتموسفير. في اثنين ثلاثه ما بيتكلموش مش عارف ليه، في كام واحد ما بيتكلمش. خليكم معايا بعد كده. في عندي هنا بقى المين بروسيس. عارفين مين الشاطر يقول لي المين بروسيس بتاعت موفينج ووتر؟ هقول حد يقول الايفابوريشن ايوه كوندنسيشن وران بس خلاص ممتاز. اهي اهم الاربع عمليات اللي هم خمسه اللي هم ايه اهم ايفابوريشن معايا كوندنسيشن بريسيبيتيشن ران اوف كوليكشن كوليكشن. بصوا للصوره كده دي ايه رقم واحد ايفابوريشن وبعدين كوندنسيشن بريسيبيتيشن. طيب لا ما نتكلمش بقى. طب ممكن نجيبها بطريقه ثانيه نعملها بشهيد اللي المين بروسيس هي نمبر واحد قولوا معايا او نمبر وان ايه؟ ها ايفابوريشن نمبر تو ايفابوريشن كوندنسيشن بارسيبيتيشن كوليكشن. فهمت ولا ما اتفهمتش؟ ودول المين بروسيس. خلاص خلاص شكرا مستر. دي الرسمه بتاعتها واحده ادي ده اللي ايه ايفابوريشن دوت الكوندنسيشن البارسيبيتيشن هو التساقط وران اوف اللي هو مجرى الميه كوليكشن تخش بقى على النهر او السيز او الاوشن. واضح ولا مش واضح؟ تمام واضح. قول لي بقى خليكم معايا قول لي الزيس بروسيس اللي هم الخمس حاجات دول بيعتمدوا على ايه؟ انرجي والفورس. بيعتمدوا على الايه؟ الانرجي ديبند اون انرجي اند فورس. هنشوف الانرجي بيقول لي ذا سن از ذا موست امبورتنت سورس اوف انرجي. دي اهم جمله دي دايما السن خدتوها في خمسه ورابعه
الصن هي موست امبورتنت سورس اوف انرجي، مصدر الاساسي اللي هو ذا صن ذات افكت ذا ووتر سايكل. مش احنا عندنا ووتر سايكل، الميه اللي لما بتطلع وتنزل مين اللي بيأثر فيها؟ مين الموست امبورتنت؟ ذا صن. طيب ذا صن لايت اللي هو السولار راديشن. بس انتوا حد فيكم عارف يعني ايه سولار راديشن؟ الأشعة الشمس. برافو إشعة عليك، الشمس. ايوه اشعه الشمس او اشعه الشمس ذات كم فروم ذا صن، بتيجي من الشمس. انكلود سيرما، بيبقى فيها سيرما الايه؟ انرجي. وحد يعرف فيها ايه كمان غير السيرما انرجي الانرجي؟ الوتر لا لايت انرجي. هو الدنيا مش بتنور لما الشمس بتطلع ايوه والدنيا بتدفي، يبقى فيها سيرمال ولايت، تمام؟ بس احنا هنا الدرس بتاعنا على السيرمال انرجي. كوز ايه بقى؟ تشينج اوف ذا ستيت اوف ووتر، ستيت اوف ووتر ثرو ذا ووتر سايكل، بتغير حاله الميه. حيث ايه بقى؟ وير؟ وين ووتر تشينج فروم سوليد ستيت ايس تو ليكويد ستيت ليكويد، بتحصل لها ايه؟ حد عارف؟ يبقى جين انرجي. مين كلمة انرجي جين، بصوا يا جماعة، أول ما يقول لي جين انرجي يبقى تشينج فروم سوليد تو ايه؟ ليكويد. ليكويد فروم ايس تو ليكويد ايه؟ ووتر. طيب وين ووتر تشينج فروم، العكس بقى، موضوع فروم ليكويد تو سوليد، سوليد لما يبقى عندي ميه تتحول لايس سوليد يبقى مالها؟ ات لوست انرجي. lost energy. يبقى عندي الانرجي يا اما جين يا اما جين يا اما ايه؟ ها lost يا اما بتكتسب حراره يا بتفقد حراره. اقول تاني، لما بتكتسب الحراره بتتحول من سوليد لليكويد، لما لوس بتتحول من ليكويد الى ايه؟ سوليد، تمام. طب ما نيجي ناخد شويه اسئله، انتوا زهقتوا من مستر الشرح صح؟ نعم. لا لو مستر انا مش فاهماها، نعم قول يا انا حبيبي. فين ايه مستر مش فاهماها. اللي هي رقم كام؟ قولي لي وانا اعملها تاني. انا ميار لا قولي لي ايه هي اللي مش اللي فاهماها. هي نمبر A و B طب بصي معايا، اللي لو هي عندك، الويند. طب حاضر يا حبيبتي، بصي خليكي معايا اسمعيني، لو عندك حته تلج وحطيتيها على النار يحصل لها ايه؟ هتيح، تبقى ليكويد صح هتبقى ولا لا؟ ليكويد. فبيقول لي ان الماده تتحول من السوليد للليكويد امتى؟ لما جين انرجي، لما تكتسب طاقه نسخنها. طب لو عندك شويه ميه وحطيتهم في الفريزر في الثلاجه، عندكم فريزر ولا ما عندكوش ثلاجه؟ اكيد ما الناس كلها عندها. عندنا ايه اللي يحصل؟ ايه عندنا اللي بيتحول لايه؟ الوتر يتحول لايه؟ لايس ليه؟ لانه بيفقد الحراره، بتبرد. عايز يقولي لما جين تتحول من سوليد لليكويد، لما لص يفقد الحراره يتحول من ليكويد لجاز لايس. اتفهمت ولا لسه؟ يلا تعال نحل ماشي الاسئله. تمام. رقم واحد ماء يا عبد الرحمن، رقم واحد يا عبد الرحمن ده، مس يلا رقم، جاوب ذا رقم صام ذا صام انا لا بقول مين عبد الرحمن لو سمحت، ما حدش يتكلم. يلا يا عبد الرحمن، سورس از ذا مين اوف سورس اوف انرجي. انرجي ذات درايف ذا ووتر سايكل. مين بقى في دول المين سورس؟ هل المون ولا جرافيتي ولا صن ولا اير؟ ها صار صن. ثاني برافو عليك يا اياد. معايا يا اياد؟ بسرعه يا اياد. اياد الزا فولوينج ارك كونسيدر الزا فولوينج ارك ريسيفرز، كل دول بيعتبروا ريسيفرز خزانات للميه ما عدا، هل الاوشن يعتبر خزان للميه؟ ايوه. الليك ايوه، الروك ايوه، الستارز. يبقى الاجابه ايه؟ الستارت صح. ستارز. يا مازن الجمل دي بقى بيقول لي هنا ايه بقى؟ كوريكت ذا اندرلاين وورد، في الكلمه اللي تحتها خط غلط. يلا يا مازن. In the condensation process, water vapor بارتكلز ابسورب هيت، بقول لك particles في عمليه الكوندنسيشن البخار بيمتص الحراره، ترو ولا فولس؟ ما هي غلط، عايزين الصح ايه؟
ها لوس. ايوه لوس، برافو عليك، لوس ووتر، برافو ريتال. يلا يا ريتال نمبر 2 يا ريتال. وين ذا سان، وين ذا سان هيت اب بادي اوف ووتر، لما الشمس تسخن البادي اوف ووتر اللي هو اماكن الميه، ووتر ترن سوليد. ها معاك معاكم ليكو ده مستر معالي. انا بقول ريتال لو سمحتوا، ما حدش يجاوب في الدور الثاني. ليكويد يا مستر، ها تتحول لايه؟ ليكويد ليكويد. فيبر. لا بيتحول ايفابوريشن مش ليكويد. هو لا لو سمحتوا لو سمحتوا لو سمحتوا، كلمه بادي اوف ووتر دي معناها ليكويد. لما الشمس تسخن الليكويد يتحول لايه؟ فيبر، بخار، اللي هو ايفابوريشن. يلا يا علي رقم ثلاثة، يا علي اقرا كده. When the water evaporate change from liquid to solid. هل لما الميه evaporate تتبخر تتحول من liquid لسوليد؟ ها الكلمه دي غلط. ها طيب عارفه يا ميار؟ خلاص ميار عارفه؟ مش انا عارفه. طب قولي قولي. كوندنسيشن. انا عارفه يا مستر. فريزز. كوندنسيشن يا مستر. كوندنسيشن ايه بس يا جماعه؟ لا ركزوا معايا ركزوا. بقول لي وين ووتر لما تتبخر تتحول من ليكويد لسوليد. لا امتى تتحول من ليكويد لسوليد؟ لما نعملها فريزز تتجمد، لما نحطها في الفريزر. انتوا معايا ولا لا ولا نايمين؟ ها يبقى معاك. لا وين ووتر مش ايفابوريت، وين ووتر فريزز تشينج فروم ليكويد تو سوليد. يلا يا جونيور رقم أربعة يا جونيور. ها ووتر از، ووتر از بولد داون. بول داون، انت عارفين يعني ايه بول داون؟ عارف يعني ايه بول داون؟ تنزل لأسفل. الميه بتنزل ديو تو بسبب ذا افكت اوف ايفابوريشن. مين اللي بيخلي الميه تنزل لتحت؟ من الجبل او من المطر؟ ها درستوها في الترم الاول. ها كوندنسيشن. الجرافيتي، الجاذبيه. مش احنا خدنا قبل كده الجاذبيه؟ بس انا قلت جرافيتي. ليه المطر بينزل لتحت؟ الجرافيتي. وصلت ولا ما وصلتش على المعلومه؟ ها مين فيكم مين معايا كده يا ميار؟ انا عايزك رقم خمسه يا ميار. The radiant energy. The radiant energy of the sun causes ice to freeze and turn and into turn into liquid. هل إشعاع الشمس بتخلي المية تتجمد وتتحول لليكويد؟ لا بتخليها فريز. تتبخر. الكلمة غلط، فريز نكتب مكانها إيه؟ ميلت. ايفابوريشن. لا بص يا جماعه اكتب كلمه ايه هنا؟ اكتب كلمه ايه دي؟ كلمه ايه دي يا ميار؟ لما الشمس تنزل على الايس يحصل له ايه؟ ميلت. ميلت يذوب ويتحول لبوتر. اتفهمت؟ طيب ركزوا نكمل بقى. قلنا اللي بيأثر في العمليات الاربعه الانرجي اتكلمنا عليها، ثاني حاجه الفورس. هو حد عم معلي المايك فيقوم بيتسمع ويرجع يرد عليا تاني. خلاص خليكم معايا. start to move to change its way of movement when a force affect it. بقول المية بتغير الحركة بتاعتها لما في قوة تأثر عليها. يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ there is a main force that affects the water cycle which is قال لي الجرافيتي. من اقوى القوى اللي بتاثر على الميه اسمها ايه؟ الجرافيتي، الجاذبيه. جرافيتي ايه بقى الجرافيتي دي؟ اللي it is the force that cause، هو بتعمل بتسبب ايه بقى؟ falling of melting ice crystal. بتخلي الميلتنج ايس كريستال، بلوره التلج اند ووتر دروب. مش الدنيا اما بتمطر في بعض الاحيان بتمطر تلج صغنن كده، كريستال كريستال بلور التلج او الدروب بليت.
او نقط ميه مين اللي بينزلها صح. للارض؟ ايوه مستر، ان كلاود باك مين اللي بينزلها؟ جرافيتي. ليه بتنزل على الارض ما بتطلعش لفوق؟ بسبب ايه؟ جرافيتي. يوتيوب نعم جرافيتي كوز بسبب جرافيتي. ايه كمان؟ يا بسبب مستر. هيستو. هو انا مش فاهمه فورس، مش فاهمه الفورس والجرافيتي. الجرافيتي يعني قوة. ما هو المشكلة فيكو حد فاتح مايك فبيخلي الصوت يرجع يردد تاني، حتى اللي يسأل السؤال يقفل المايك على طول. عايز ايه يا عبد الرحمن؟ مثلا اياد لما يجي يفتح المايك الصوت بيتردد. خلاص، ما هو اللي بيفتح المايك عنده مشكلة. خليكم معايا بس عشان الحصة ما تروحش، وعايز اخلص الدرس. كلمة فورس يعني قوة. أسألك سؤال اللي بتسألني، لو في عربية واقفة هل ممكن تتحرك؟ لا يا ميار، صح. لازم نعمل لها إيه؟ فورس، نزقها أو نحط البنزين ونشغلها، نديها فورس. فالمطر بينزل، ليه المطر بيقع على الأرض ما بيطلعش لفوق؟ ها، يبقى في فورس، قوة. القوة اللي هي الجرافيتي. الجرافيتي بتخلي الآيس والمطر ينزل لتحت. This lead to ايه بقى؟ Flowing of liquid water down hill. الميه بتنزل من المكان العالي للمكان الواطي بسبب مين؟ الفورس. الفورس زي الايه؟ الجرافيتي. في قوه اسمها جرافيتي. طب انت ليه ما بتطريش؟ ليه قاعده على الارض؟ لان الجرافيتي بتشدنا. لو خرجنا بره الارض بيطيروا زي رواد الفضاء، لان مفيش جرافيتي. يبقى كلمه فورس يعني جرافيتي. الجلد. والكلام ده كله خدته في الترم الاولاني. انتو ستريم اند ريفرز. بقول لي فلوينج. مستر نعم ايوه هو انا اتفضل مش عارفة ليه برضو مش فاهماها. في مش عارفة. يا ميار. في الترم الاول، بص يا ميار، في عالم اسمه نيوتن. سمعت عن واحد اسمه نيوتن؟ اكتشف الجاذبية. كان قاعد تحت شجرة التفاح، لا التفاح وقعت، فسأل نفسه ليه التفاح وقعت على الأرض ما طلعتش لفوق. قعد يبحث وقال لا، ده في جاذبية، الجاذبية بتسحب الحاجات. المية ليه المطر بينزل على الأرض ما بيطرش فوق في السماء؟ ليه؟ لأن في جرافيتي، جاذبية. الجاذبية، امسك القلم اللي معاك وسيبيه هيقع على الأرض بسبب الإيه؟ الجرافيتي، الجاذبية. انت ليه ما واقفه على الارض ما بتطريش؟ بسبب الجرافيتي، الجاذبيه. امسكي كوبايه ميه دلوقتي وكب الميه، ليه بتنزل على الارض ما بتطلعش لفوق؟ بسبب الايه؟ قولي. ها، الجرافيتي. بس اتفهمت ولا ما اتفهمتش؟ ها، طيب بعد كده اهوت يا جماعه، فولينج اوف ووتر. خلاص، فولينج. في عند الجلاسيرز فروم هاير، ما يبقى في مكان مرتفع وعليه تلج، تمام، والتلج ده يذوب، بيقوم الميه بتنزل لتحت بسبب الايه؟ ها، الجرافيتي. فبيقول لي الجلاسيير، التلج دوت، الجلاسيرز فروم هاير التيتيود، اللي هو الهاير اليفيشن، من الاماكن المرتفعه تو لور، الاماكن المنخفضه. وير ذا فروزن ووتر ميلت، لما الميه بتذوب and flow into ground or water body وتنزل. مين السبب؟ الجرافيتي. مين اللي بيخلي التلج اللي يذوب ينزل لتحت؟ الجرافيتي، قوة اسمها جرافيتي. طيب في بعد كده leaking lackage of liquid water down into ground. طب في مية بتنزل تحت الأرض، lackaging of liquid، تسرب المية تحت الأرض. ليه؟ فلو ده كله مين اللي بيعمله؟ بسبب مين؟ ليه الميه لما يبقى في فتحات الميه بتنزل تحت الارض؟ بسبب الجرافيتي، الجاذبيه. flowing of ground water from higher altitude to lower. ليه الميه بتنزل من الهاير، من المكان المرتفع، للمكان اللور المنخفض؟ بسبب الجرافيتي. كل ده بسببه ايه؟ كلمه واحده اسمها ايه؟ جرافيتي. تمام؟ وي كان سي. ممكن نقول ايه بقى؟ عايزين نلخص الكلام ده. ثيرمال انرجي جاي منين؟ الثيرمال انرجي قولوا لي، الثيرمال انرجي جاي منين؟ ها، من الصن. كام فروم ذا صن.
اند جرافيتي فورس، يعني في حاجتين، اما يبقى في ثيرمال انرجي وفي جرافيتي فورس ار فاكتور افكت ذا موفمنت اوف ووتر. فوترز بصوا معايا، الشمس بتطلع بتخلي الحاجه ايه، ايفابوريت، تتبخر صح، تعمل كلاود، سحابه، السحابه بتنزل الميه، مين اللي بيخليها تنزل؟ الجرافيتي. الجرافيتي. امال مين اللي خلاها ايفابوريت؟ الصن. يعني بقول للصن يخليها تتبخر وتطلع لفوق، الجرافيتي تنزلها ميه. يبقى في كم قوه دلوقتي؟ الثيرمال انرجي فروم ذا صن والجرافيتي. ويند، قال ده في كمان ويند، الهواء. Another type of force that affect movement of a water. خليكم معايا، المطر نازل، طب ايه رايكم لو في هواء مش ممكن ينقل المطر من مكان لمكان؟ ايوه الويند. طب تعالوا سؤالين بسرعه، مازن اول جمله يا مازن بسرعه. The most important force that drive the water cycle in the sun. هل the most important، اهم قوه في الووتر سايكل، هل هي الشمس؟ ها ترو ولا فولس؟ فولس ازاي فولس ترو، امال الشمس بتعمل ايه؟ ووتر، مستر، هي فوق الشمس لما بتطلع السن بتخلي تعتبر. الميه، لحظه معايا، الميه لما بتطلع بتخليها ايه؟ ايفابوريت. يبقى صح. ليكويد ووتر مستر ريليز انرجي از ات فريزز. بصوا، تو ليكويد ووتر، الميه ريليز، بتطلع الطاقه لما بتتجمد، مستر هي ودي بتطلع ولا بتفقد؟ ترو ولا فولس؟ بتفقد لا دي خلص. فولس. ايوه ليكويد ووتر، الميه ريليز. قول يا مازن عايز تقول ايه؟ ها ويند مش فاهم رقم كام، واحد ولا اتنين؟ الويند. اسالك سؤال، انا عايز ما يبقى في يوم هوا، طلع ايدك كده من البلكونه او من شباك وكب شويه ميه، هتلاقي الميه مش نزلت مكانها، جريت بعيد عنك، يبقى في هوا، يبقى الهوا بيحركها ولا ما بيحركهاش؟ لو بيحرك مامتك حاطه غسيل في البلكونه ومفيش هوا بيبقى واقف، طب لو جه الهوا ايه اللي بيحصل؟ بيتحرك ولا ما بيتحركش؟ يتحرك اهو عايز يقول لي ان الويند بيعمل موفمنت للووتر، بيعمل الامواج وخلي الميه تتحرك من مكان لمكان، تمام؟ نبدا بقى تمام. سؤال بسرعه، كنت عايز اخلص الدرس ضروري النهارده، يلا معايا. سان لايت، بقول لي اختار، جرافيتي، كوندنسز، ثيرمال انرجي، ايس انرجي، ايفابوريشن. اول جمله، ثيرمال انرجي، لا اول ثيرمال جمله، انرجي، سان لايت بروفايد ايه؟ الشمس بتدينا ايه؟ ايفابوريشن، لا ثيرمال، ثيرمال انرجي، ثيرمال انرجي، ثيرمال انرجي كوز ميلتنج اوف ايه؟ ومين اللي بيذوب الميلتنج اوف ايه؟ ايس ايس ايس. طب ووتر فيبر ريليز انرجي، وين انتهت؟ بخار الميه، بخار الميه ريليز ايفابوريشن، ايفابوريشن، تمام. طب ووتر كان، لا 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 انرجي، انرجي، انرجي. يلا مستر يا علي، سؤال كده مش فاهم. علي، علي اللي هيجاوب، علي يلا يا علي، رقم ثلاثة. ووتر مستر كان مستر في تو بول مش فاهم. داون باي، اهي لسه قايلينها، بول داون يعني الميه بتنزل لتحت بسبب الايه؟ ها جرافيتي. الجرافيك، بقول اللي اقول اسمه لو سمحتوا، الجرافيتي من على بس رقم فور. ايوه يا رقم فور، يلا يا عبد الرحمن، عبد الرحمن. مستر فاكتور ذات موف ذا ووتر سايكل ار، ايه العوامل اللي بتسبب الووتر سايكل؟ ها ايه وايه؟ اسمه كوندنسيشن that come both come from the sun and a gravity force، ايه اللي بتيجي من الشمس؟ ها دي كوندنسيشن الجرافيتي، ويبقى يبقى ثيرمال انرجي، ثيرمال انرجي يا اللي مستر. بتيجي من الشمس تبقى ثيرمال انرجي، ثيرمال انرجي. نكمل مع بعض، انرجي مستر اند ووتر ما فيش سايكل. سؤال مش فاهم. يا جماعة الدرس سهل وبسيط، دلوقتي هتخلص الحصة وما خلصناش الدرس، ما فيهوش حاجة صعبة خالص، الدرس سهل جدا. ما فيهوش حاجة خالص والله، كله بيتكلم على الافوبوريشن والجرافيتي والصن. يلا انرجي اند ووتر، الطاقة ووتر سايكل. بيقول لي هنا ايه بقى؟ when water change from one state to another، لما المية تتحول من solid لليكويد او من ليكويد لجاز، من حالة الى اخرى،
جين، اسمها جين يعني ابسورب اور لوس يعني ريليس. خلي بالنا من الكلمه دي، لما يقول لي كلمه جين يكتسب يعني معناها ابسورب يمتص، كلمه لوس معناها ريليز يفقد. لما الميه تتحول من حاله الى اخرى يا اما تعمل ايه، يا اما جين يا اما لوس، يا اما ابسورب يا اما ريليز انرجي. gaining or losing energy، اكتساب وفقد الطاقة affect the water molecule in the air، بتسبب تأثير على الايه المية في الهواء. بنقول يا جماعة من الأول when water it change from one state to another، لما المية تتحول من حالة، يعني ايه حالة؟ من solid لليكويد، من ليكويد لجاز. ايه السبب؟ قال لي في حاجتين، يا اما gain او لوس انرجي. وكلمه جين قلنا معناها ابسورب، وكلمه لوس يعني ريليز. فبيقول لي جيننج، جيننج اكتساب او لوسنج انرجي افكت ذا ووتر ان ذا اير. الميه اللي موجوده مين اللي باثر عليها؟ اكتساب او فقد الحراره. الموفمنت اوف اير فروم وان بليس تو انذر ان ذا بريزنس اوف ديفرنت temperature lead to اختلاف درجة الحرارة. مش قلنا في ثلاث مناطق، في مناطق hot ومناطق cold ومودريت، دي بتأثر على حركة المية. بقول لي change of liquid water to water vapor، المية لما تبقى vapor and this process اسمها ايه؟ evaporation. لما بيبقى في بخار يبقى اسمها evaporation. طيب it changing of water vapor liquid water in the form of water يرجع dropped، يطلع نقط. لما بيطلع بخار لفوق، البخار ده كان ايه؟ water vapor، وينزل الارض يبقى اسمه condensation. كل الكلام ده خدناه قبل كده. الترانسفير بقى of energy انتقال الطاقة، condensation and freezing. بقوله condensation and freezing، الكوندنسيشن التكثف. مستر نعم. طب قولي انا لي يعني من اول جينينج اوف اور لوزينج انرجي، انا من اولها كده واتلخبطت. او بص يا بنت الناس، كلمه جين يعني اكتساب، جين يعني يكتسب، لوس يعني يفقد، الترانسفير اوف انرجي انتقال الطاقه. بيقول لي الكوندنسيشن تكثف الميه، الفريزنج ار بروسيس اكار وين ووتر لوس، يعني اما الميه تفقد الحراره بتبقى كوندنسيشن او فريزنج. الميلتنج ايفابوريشن وترانسبورتيشن في بلانت ليف، ورقه الشجر، العمليه ديت بتحدث ما يبقى في ايه؟ جين ثيرمال. يعني عايز اقول لو انا فقدت الماء الحراره لص او جين بيحدث اختلال في الميه. ايفابوريشن، الايفابوريشن قلناها 100 مره، اللي هو طلوع الميه من البحر، مالها؟ through the water cycle the sun heat water. قلنا الكلام ده، مش الميه بتسخنه؟ الميه بتسخن الشمس بتسخن الميه، الاوشن سي والليك والريف كل دي ميه، الشمس بتعمل ايه؟ بتبخرها. this lead to evaporation، بتعمل evaporation وتشينج انت ووتر ايه، ويتحول لبخار. بعدين ديوت بسبب ايه بقى؟ جيننج سيرمن، بسبب اكتساب الحراره. ترانسبورتيشن بقى اللي هو سقوط المطر، اي از تايب اوف ايفابوريشن ذات تيك بليس ثرو استوماتا. عارفين الاستوماتا اللي هي ورقه الشجر اللي فيها فتحات اسمها استوماتا؟ ذا بلانت ليف بيخرج منها الووتر. طبعا هيفصل دلوقتي، بكمل بقى المره الجايه، بس الأسئلة اللي بعتها لو سمحتوا تحلوها.